السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين درس نظمات معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا التمرين يقول: حل باستعمال طريقة التعويض النظمات الآتية. إذا نبدأ بالنظمة الأولى، إذا حل النظمة باستعمال طريقة التعويض. إذا طريقة التعويض، الفكرة فيها أننا كناخذ إما المعادلة الأولى أو الثانية وكنحسب X بدلالة Y مثلا في المعادلة الأولى وكنعوضها في المعادلة الثانية، ومن بعد كنلقى X و Y. إذا مثلا عندنا معادلتين، إذا دائما كنحاول نستعمل المجهول اللي كيكون المعامل ديالو كيساوي واحد. إذا هنا مثلا عندنا واحد X، إذا ممكن نستعمل المعادلة الأولى. إذا في المعادلة الأولى غادي نحسبو X بدلالة Y، إذا X تساوي إذا 3 Y غادي نديها للطرف الثاني، غترجع ناقص 3 Y، زائد 2 غادي نديها كذلك للطرف الثاني، غترجع ناقص 2. إذا حسبنا X بدلالة Y في المعادلة الأولى. في المعادلة الثانية ما غادي نغير والو، غنخلي المعادلة كما هي، 3 X زائد Y ناقص 2 تساوي 0. إذا غادي نحسبو، إذا عندنا في المعادلة الأولى X تساوي ناقص 3 Y ناقص 2، في المعادلة الثانية غادي نعوضو X بالقيمة ديالها. إذا عندنا X غادي نعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 3 Y ناقص 2. إذا 3 عامل ناقص 3 Y ناقص 2 زائد Y ناقص 2 تساوي 0. إذا غنحاولو نشرو، إذا في المعادلة الثانية فبقى لي Y، يعني بقات لنا واحد المعادلة فيها مجهول واحد، إذا كيمكن لي نلقى القيمة ديال هذا المجهول. إذا المعادلة الأولى X تساوي ناقص 3 Y ناقص 2، في المعادلة الثانية غادي نديرو النشر، إذا عندنا 3 في ناقص 3 Y هي ناقص 9 Y، 3 مضروبة في ناقص 2 هي ناقص 6 زائد Y ناقص 2 تساوي 0. إذا X تساوي ناقص 3 Y ناقص 2. إذا في المعادلة الثانية نحاول نجمعو، إذا عندنا ناقص 9 Y زائد Y هي ناقص 8 Y، وناقص 6 ناقص 2 هي ناقص 8 تساوي 0. إذا دائما المعادلة الأولى كنخليها كما هي. في المعادلة الثانية عندنا ناقص 8 نديها للطرف الثاني، غترجع ناقص 8 Y تساوي 8. إذا X تساوي ناقص 3 Y ناقص 2، Y تساوي، إذا كنقسم على ناقص 8 لأن عندنا جداء، إذا 8 على ناقص 8 تساوي ناقص 1. إذا دابا لقيت Y، يعني كيمكن لي نعوض Y بالقيمة ديالها، إذا Y كنعوضها بالقيمة ديالها في المعادلة الأولى. إذا X تساوي ناقص 3 و Y لقيناها هي ناقص 1، إذا مضروبة في ناقص 1 ناقص 2 Y تساوي ناقص 1. إذا كنحسبو القيمة ديال X، عندنا ناقص 3 في ناقص 1 هي 3، 3 ناقص 2 تساوي 1، Y تساوي ناقص 1. إذا لقينا الحل، إذا الزوج دائما كنبدأ بالأفصول أرتوب، يعني X Y، إذا الزوج 1 ناقص 1 هو حل هذه النظمة. أو ممكن نكتبو S تساوي، كنفتحو اللامة لاكولاد، كنديرو الزوج 1 ناقص 1. الآن الحالة الثانية، إذا الحالة الثانية عندنا X، النظمة مكونة من معادلتين X ناقص 2 Y تساوي 3 و 2 X زائد 3 Y تساوي 5. إذا بنفس الطريقة، هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. إذا نحسب
إذا نحسب إكس بدلالة إيكغريك، لأن إكس المعامل ديالها هنا واحد، لأن إذا كان عندنا المعامل يخالف واحد فغادي نلقى أعداد كسرية، وبالتالي شي شوية الحساب غيكون فيه شوية المشاكل. إذا إكس تساوي ناقص جوج إيكغريك، كنديها للطرف الثاني كترجع جوج إيكغريك زائد ثلاثة. في المعادلة الثانية ما غادي نغير والو، إذا جوج إكس زائد ثلاثة إيكغريك تساوي خمسة. إذا دابا كنعوضو إكس بالقيمة ديالها، إذا غادي نعوض إكس في المعادلة الثانية بجوج إيكغريك زائد ثلاثة، إذا إكس تساوي جوج إيكغريك زائد ثلاثة، وفي المعادلة الثانية غيرجع عندنا جوج، إذا إكس غنعوضوها بجوج إيكغريك زائد ثلاثة زائد ثلاثة إيكغريك زائد تساوي خمسة. إذا كنديرو النشر، إذا إكس تساوي جوج إيكغريك زائد ثلاثة، في المعادلة الثانية عندنا مجهول واحد، إذا كندير النشر، إذا جوج في جوج إيكغريك هي أربعة إيكغريك، جوج في ثلاثة تساوي ستة، زائد ثلاثة إيكغريك تساوي العدد خمسة. إذا إكس تساوي جوج إيكغريك زائد ثلاثة، أربعة إيكغريك زائد ثلاثة إيكغريك هي سبعة إيكغريك، ستة غنديها للطرف الثاني غترجع ناقص ستة، يعني خمسة ناقص ستة. إذا إكس تساوي جوج إيكغريك زائد ثلاثة، سبعة إيكغريك تساوي ناقص واحد، إذا خمسة ناقص ستة هي ناقص واحد، يعني إيكغريك تساوي ناقص واحد على العدد سبعة. إذا لقينا إيكغريك يمكن لي نلقى إكس، إذا كنعوض إيكغريك بالقيمة ديالها اللي هي ناقص واحد على سبعة، إذا إكس تساوي اثنان مضروبة في ناقص واحد على العدد سبعة زائد ثلاثة، إيكغريك تساوي ناقص واحد على سبعة. إذا إكس تساوي اثنان في ناقص واحد على سبعة هي ناقص اثنان على سبعة زائد ثلاثة، إذا هنا خصني نوحد المقامات، إذا المقام الموحد غيكون هو سبعة، إذا ثلاثة خصني نضربها في سبعة غترجع واحد وعشرين، إذا إيكغريك تساوي ناقص واحد على سبعة، إذا ناقص اثنان زائد واحد وعشرين هي تساوي تسعتاش على سبعة، وهنا إيكغريك على تساوي إيكغريك تساوي ناقص واحد على سبعة. إذا لقينا الحل، إذا الزوج 19 على 7 إكس ناقص 1 على 7 هو حل هذه النظمة، أو ممكن أن نكتب S تساوي، إذا 19 على 7 ناقص 1 على 7.